في حديث صحيح يتكلم عن المعركة الأخيرة بين المسلمين والروم قبل قيام الساعة. ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الحدث التالي: "قد علقوا سيوفهم بالزيتون" إشارة للسلاح اللي راح يستخدم في المعركة. ركزوا قال سيوفهم. طيب وين راحت الأسلحة الآلية؟ بنادق، دبابات، طيارات، صواريخ. معقولة كل هذا التطور اللي تعيشه البشرية في الأسلحة والتكنولوجيا ينتهي؟ وهل من الممكن أن الحضارة الإنسانية بكل ما فيها من تقدم وعلوم تزول وترجع للوراء، ما تذب عليك الموضوع يحتمل عده نظريات، فاذا يهمك تعرف شو السالفه وهل هالشيء ممكن يصير ولا لا؟ تابع الحلقه اذا تكرمت للنهايه يمكن نقدر انا وانت نوصل للاجابه، فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ونبتدي بسم الله. اول سبب منطقي ممكن يجي في بالك ان الحضاره بتنتهي في حال اذا صارت حرب نوويه شامله لاي سبب من الاسباب. تقديريا العالم فيها 12500 سلاح نووي، من بينها 9400 سلاح جاهز للاستخدام لانه يعتبر جزء من الترسانه النوويه للدول اللي تمتلكها. من الناحيه الجيولوجيه ما تقدر الاسلحه النوويه الحاليه تدمر الارض ككوكب، يعني ما تقدر انها تفجر الكوكب نفسه وتقسمه او تحطمه الى اجزاء. الطاقه المطلوبه لهذه النتيجه تتجاوز بوايد القدره التدميريه لكل الاسلحه النوويه الحاليه، لكن بيئيا وبشريا تقدر هالاسلحه تدمر البنيه التحتيه المدنيه والعسكريه والتكنولوجيه، وتقدر في لحظات انها تمسح مدن كامله مع الناس اللي فيها، غير ان الانفجارات النوويه بتولد اشعاع قوي يتسبب في حروق وامراض اشعاعيه وموت فوري للناس والحيوانات في مناطق واسعه، وخل فوقها انها الانفجارات بتشعل حرائق ضخمه وواسعه النطاق بتاكل الخضر واليابس، وبيزيد الدمار والموت وانتشار الدخان والمواد الكيميائيه السامه في الجو، ويمكن يوصل الغبار والرماد اللي سبب الانفجارات والحرائق للطبقات العليا من الغلاف الجوي وبينحجب ضوء الشمس عن الارض وبتقل درجه الحراره في كل مكان وهذه النتيجه يسمونها الشتاء النووي وعادي تقعد عده سنوات ومعنات هالشيء دمار المحاصيل الزراعيه وحدوث مجاعه عالميه نظريه ثانيه ان الحضاره ممكن تنتهي اذا ظهر مرض جديد شديد العدوى وقاتل ومقاوم للادويه واللقاحات المتاحه او تطور لسلاله فيروسيه موجوده سريعه الانتشار ما تنفع معاها الوسائل التقليديه في المكافحه والعلاج. زياده عدد المصابين بهذا المرض يعني زحمه كبيره في المستشفيات والمرافق الصحيه. تقديريا لو اصيب 40% من سكان العالم بهذا المرض حتى ولو كان معدل الوفيات منخفض هالشيء كفيل ان النظام الصحي ينهار وبيصير نقص في المعدات الطبيه والادويه والاسره وبيصير من الصعب توفير الرعايه الصحيه للمرضى سواء كانوا مصابين بالمرض الجديد او بحالات مرضيه ثانيه وبيدخل الناس في حاله من الهلع والخوف وبتكون سلوكيات وتصرفاتهم غير عقلانيه وبتزيد الاضطرابات المدنيه والعنف والنهب بالذات على شراء المواد الغذائيه ومثل ما صار على سبيل المثال في ازمه كورونا راح يطبق الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وبتتعطل الحياه اليوميه وبتزيد العزله النفسيه والاجتماعيه وبتزيد في هذه الظروف معدلات الاكتئاب والقلق والمشكلات النفسيه الثانيه وبيدخل العالم في انهيار اقتصادي حاد بسبب انتدابير الاغلاق والحجر الصحي بتعطل سلاسل التوريد العالميه وبتزيد ازمه نقص السلع الاساسيه من غذاء ودواء ووقود، غير عن افلاس الشركات بالذات اللي تعتمد على التفاعل البشري المباشر في السياحه والخدمات وفي تجاره التجزئه، وبترتفع معدلات البطاله والفقر في كل انحاء العالم، واذا ما تمكنت الحكومات من اداره الازمه بفعاليه، فالثقه بين السلطات الحكوميه والمؤسسات الرسميه بتتاكل، وبتصير احتجاجات واسعه واضطرابات سياسيه وحتى انهيار الحكومات في بعض الدول، والذعر العالمي اللي بيصير بيقلل من التعاون الدولي. ولي لان كل دوله بتحاول تؤمن مصالحها الخاصه على حساب التعاون مع الاخرين، ووارد جدا تصير نزاعات على توزيع الموارد النادره من اللقاحات والعلاجات المتاحه، ومع تصاعد الازمات الاقتصاديه والصحيه بتزيد الجريمه والعنف وانهيار البنيه التحتيه، وبتتحول المناطق الى مناطق فوضويه يغيب فيها القانون والنظام، ومع انتشار المرض وارتفاع معدلات الوفاه بيقل عدد العمال القادرين على العمل في الزراعه والانتاج الغذائي وبتزيد المجاعه. غير عن فقدان المعرفة العلمية والتكنولوجية بسبب موت العلماء والمتخصصين، وتعطيل النظام التعليمي، وتدمير البنية التحتية العلمية، وفقدان البيانات والمعلومات المخزنة. هذا الفقدان ممكن أن يؤدي إلى تراجع حضاري وتقني طويل الأمد، وبيصير من الصعب استعادة المعرفة اللي ضاعت أو تطويرها بشكل جديد. النظرية الثالثة حدوث كارثة طبيعية مدمرة. انفجار عدة براكين عظمى بيطلق كميات ضخمة من الرماد والغازات السامة في الجو، وعلى نفس سيناريو الشتاء النووي بيصير شتاء بركاني بسبب ان الرماد البركاني بيحجب الشمس وعادي يقعد عدة سنوات والنتيجه تلوث المياه والهواء وتدمير الاراضي الزراعيه وفشل المحاصيل وموت الحيوانات وحدوث مجاعه عالميه الزلازل بعد اللي بقوه عاليه كافيه انها تدمر مدن كامله وبنى تحتيه كبيره مهما كانت متطوره ومتماسكه ومثلها امواج تسونامي اللي بتشتاح السواحل وتدمر المدن الساحليه ويا ما صارت هالكارثه ومات مئات الالاف بسببها في دقائق معدوده فتخيل لو تصير هالكارثه على مستوى العالم وتغرق المدن وتتدمر البنيه التحتيه كارثه رابعه اصطدام كويكب او مذنب كبير بالارض هل حدث اذا صار كفيل انه يدمر الارض او جزء كبير منها في كل النواحي غير اذا تعرضت الارض لعاصفه كونيه كهرومغناطيسيه تقدر تعطل الانظمه الكهربائيه والالكترونيه مثل الاقمار الصناعيه وانظمه الملاحه وشبكات الطاقه والاتصالات السلكيه واللاسلكيه او صار لأ اي سبب جفاف شديد وتصحر كل هذه الكوارث بتتسبب في تدمير واسع للبنيه التحتيه المدنيه والتكنولوجيه وتعطيل الانظمه الاقتصاديه والاجتماعيه يعني بطريقه او باخرى بتخلي الحضاره الانسانيه تنهار مع الوقت وبتجبر البشريه ترجع لنمط حياه يعتمد على البقاء الاساسي والموارد الطبيعيه بعيد عن النظم الحضارية والتكنولوجيا هذه النظريات الثلاث من منظور علمي بحت لكن بعض علماء المسلمين والمهتمين في هذه المساله لهم اقوال مختلفه بحسب استنباطهم من الاحاديث الشريفه قول منها ان الاله بتتعطل يعني كل شيء صنعه الانسان من الات بيتعطل مع مرور الوقت بسبب نضوب مصادر الطاقه اللي تشغلها او يعطلها رب العالمين بقدرته والنتيجه الطبيعيه أن تعطل الاله لاي سبب يعني نهايه التكنولوجيا والرجوع للحياه البدائيه وقول ثاني ان الرسول عليه الصلاه والسلام خاطب الصحابه باسلوب المجاز للحقيقه في الامور اللي تتكلم عن المعدات والالات والاسلحه وذلك ذكر الخيول والرماح والسيوف في معارك نهاية الزمان عشان يبسط المسألة وتستوعبها عقول الصحابة لأن في زمنهم ما كانت في أسلحة بنفس شكل وعمل الأسلحة الموجودة اليوم ولا في سيارات ووسائل نقل مثل الموجودة حاليا يعني التكنولوجيا ونوعية الأسلحة هذه بتبقى موجودة وراح تستخدم في المعركة الأخيرة طبعا كل النظريات اللي ذكرتها مجرد احتمالات وما في شيء نقدر نجزم فيه بزوال الحضارة الحالية بشكل كامل لأن النصوص الدينية ما تعرضت بشكل صريح والعلم في النهايه عند رب العالمين، لكن السؤال اللي يدور في راسي على افتراض ان التكنولوجيا بقت وتطورت، هل المسلمين في معركه نهايه الزمان بيمتلكون التكنولوجيا المكافئه للعدو لانهم حاليا سابقينها بسنين ضوئيه وحال الامه الاسلاميه مثل ما انتم شايفين كغثاء السيل. متاخرين تقريبا في كل شيء هذا اللي بحاول ان شاء الله اجاوب عنه في حلقه قادمه اذا لقيت هالحلقه التفاعل والدعم المطلوب وللتذكير سويت حلقه ما حتطرق لها من قبل تجاوبكم عن ليش هوليوود الين الحين ما سوت فيلم سينمائي يتكلم عن احداث يوم القيامه وفق النصوص الدينيه الموجوده في الكتب السماويه حلقه بتشبع فضولكم اذا مهتمين بخلي لكم رابطها في اول تعليق وبرايكم شنو النظريه المنطقيه اللي بتكون سبب في زوال الحضاره الانسانيه المتقدمة. منتظر مشاركاتكم الكريمة في التعليقات. وكالعادة اللي شاف الحلقة من البداية. الى هذا الوقت يكتب كلمة سر تم يا محصول. اشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.